من تمام الندم أن تعود على هذه النفس الأمارة بالسوء باللوم، ولا تلومن ربك ولا أقدار الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يقيم عليه حجة قط. قل فلله الحجة البالغة. حتى هؤلاء المكابرين المعاندين اللي هم ما عندهمش مخ، أغلق بابا وعصى ربه واطمأن أنه لم يره أحد. لما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه يوم القيامة وعين حسبه، قال ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فأنا لا أجيز علي إلا شاهدا مني. عشان تقيم علي حجة لازم يكون واحد معانا في الأوضة اللي أنا عملت فيها المعصية، وحيث أنه لا يوجد أحد، وأنا كنت قافل بالمفتاح وقافل الشبابيك، يبقى لن تقوم لك حجة علي. فقال الله عز وجل لك ذلك، ثم ختم على فمه وأمر يده فنطق، وأمر فخذه فنطق، فقال سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. قل فلله الحجة البالغة، خالقه وموجده من عدم، وهو الذي علمه كيف يتكلم، وهو الذي علمه كيف يفكر. أصلا أيستطيع هذا المخلوق أن يقيم على ربه تبارك وتعالى حجة؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.